الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. يا ربي إني أسألك في هذه الليلة وفي هذا الشهر من صرم منه وما بقي العاف العاف والعاف العاف والعاف والعاف جميعا العاف والعاف العاف والعاف والعاف. يا ربي هذا مقام من لاذ به واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوه ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك، وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا رب. إن لنا فيك أملا طويلا إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما. عصينا ونحن نرجو أن تستر علينا، ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا، فحقق رجاءنا مولانا، فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا، ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عن
وإن كنا غير مستوجبين لرحمته فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا إلهي ذنوبنا بين يدي نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعاف والعاف والعاف سيدي سيدي اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا
حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار. ما أبقيتني يا رب العالمين. إذا كانت هذه ليلة القدر ليلة غفران الذنوب ليلة الكشف والمصارحة بين العبد وربه ليلة التوبة ليلة الاعتراف بالمعاصي وطلب المغفرة إذا لم يبك العبد في هذه الليلة وهو بين يدي رب العزة والجلال فمتى يكون باكيا. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يدي وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عما بك طردتني وعن خدمتك نحيتني
أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكرا لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني مولاي، فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي. لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إلي، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويت بينك وبين ربك. أنا يا رب الذي لم يستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا،
أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي عتيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعى، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما بالي، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني، حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني، حتى كأنك استحييتني. إلهي وسيدي، أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقه، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إلهي، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني، إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولم أفرش بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري،
ترى نفسي تخادعني، أنت أيها العبد تناجي ربك أم لا في هذه الليلة، وأيامي تخاتلني متى وقد خفقت عند رأسي أجنحة الماء. فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياك، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. إلهي العاف والعاف والعاف، العاف والعاف والعاف جميعا، العاف العاف والعاف والعاف، العاف والعاف والعاف. وهذه ليلة القدر، ليلة شهادة أمير المؤمنين، الليلة وغدا نصبح يتامى علي، ونحن مع أولاده نتوسل به إلى الله، ومن ثم نزوره. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، أيها المرتضى، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا عند الله،